أمارس الرياضة في الطفولة، خاصة في المدرسة. كنت في فريق كرة السلة، كنت أشارك في مسابقات اللياقة البدنية اللي تنظمها وزارة التربية والتعليم. طبعا كنت وايد حركية، أراكض وألعب مع صديقاتي في الفريج، طبعا نلعب الصياد، الخشيش، نروح المدرسة من وقت نلعب. فكانت في طاقة يعني أطلعها بالرياضة في الحركة. فأول مسابقات شاركت فيها هي كرة السلة في المدرسة في المرحلة الابتدائية، كنت في الصف الخامس تحديدا. وبعدين انتقلت لألعاب القوى عن طريق مدرسة الرياضة. طبعا كانت تبي تكمل فرق التتابع اللي هو 400 متر، فتبي تختارني أنا ولا صديقتي حق التتابع، فسوت بيننا سباق، قالت اللي تفوز باخذها حق التتابع. طبعا فزت في هاي السباق ورحت وشاركت في ألعاب القوى أول مرة في المدرسة في المرحلة الإعدادية في فريق التتابع وثب 100 متر. رجعنا طبعا ميداليات ملونة، كنا مستانسين. فهذا الشيء خلاني أواصل للمرحلة الثانوية أشارك في طبعا المسابقات الرياضية، كرة يد، ألعاب قوة، كرة سلة. بس طبعا كنت أحب كرة السلة أكثر شيء وألعاب القوة. طبعا حبيت الرياضة، يعني كنا حتى يعني في المدرسة في الفسحة ما ناكل أكلنا إلا لما نخلص تمريننا، إذا كانت مسابقات تدريب كرة سلة، ألعاب قوة، كرة يد. فلما نخلص هاي التدريب كنا نروح ناكل يعني آخر 5 دقائق، فكنا نستانس يعني في هذا الشيء. طبعا مدرسات الرياضة لهم دور رئيسي في هذا الشيء، إنهم يشجعوننا على ممارسة الرياضة واستمرارية في هذا الشيء. والثانيا دور الأهل، إذا كنت وسط أهل رياضيين أو يشجعون الرياضة، فكان الوالد الله يحفظه كان ودينا مع الأستاذ الوطني، كنا نشوف مباريات، هو كان من مشجعين فريق الأهلي، فكان ودينا يا المباراة وإحنا صغار، فتعلقنا في الرياضة يعني. فكنت يمكن الوحيدة طلعت من بين أخواني أن أمارس الرياضة. وبعدين في المدرسة لما كان عمري تخرجنا من المدرسة، كنا آخر سنة شاركت في اللياقة البدنية وحصلت المركز الأول، وكان لنا تكريم من وزير التربية والتعليم. فهني جت الفكرة أن الاتحاد البحريني كانوا يبون بنات سنة 2000 حق المشاركة في أولمبياد سيدني. طبعا ما كنت أنا جيت متأخرة، فكانت زميلتي مريم الحلي هي اللي شاركت في سيدني 2000 أول مشاركة حق البحرينية في ألعاب القوى في الأولمبياد سنة 2000 في سيدني، كانت مريم الحلي. بعدها استمرت طبعا، وصلت تمريناتي مع تحديات، يعني كان صعوبة في المواصلات، تكونوا فريق نسائي في الاتحاد بعدها بسنة 2001. بس ألعاب القوة صح؟ ألعاب القوة، الاتحاد البحريني كان مقرنا في الاتحاد في استاد البحرين الوطني. فاستمرينا يعني رغم التحديات صعوبة المواصلات، كوننا أول فريق نسائي من بعد انقطاع يمكن 70s كان فيها ألعاب القوى. بعدين صار في مثل نقول هدوء رياضي للرياضة النسوية. بعدين 2000 هني طلعنا شوي، فكوننا 2001 كون الاتحاد البحرين ألعاب القوى اللي هو الفريق النسائي، وشاركنا في البطولة العربية اللي هي كانت في للعموم في سوريا في دمشق. طبعا كنا يمكن 13 بنت اول مره نشارك بهاي الفريق. طبعا كانت في بداياتي فما حققنا انجازات، يعني كنا نحصل الرابع الخامس. طبعا في هاي 2001 بعدين اتحاد البحرين لعب القوة، شافوا ان عندي امكانيات
انه يمكن يتطورونها، اذا كانوا صقلوا هاي الموهبه يمكن يحصلون على بطل في المستقبل. فيا المدرب القدير الجزائري نور الدين طاجين صقل موهبتي خلال 6 أشهر من التدريبات. رحنا معسكرات خارجيه وجبنا فيها اول ميداليتين ذهبيتين بحرينيه في البطوله العربيه في الاردن سنه 2003. طبعا ثلاث الانجازات طبعا فيها تحديات قبل، يمكن لان عاداتنا وتقاليدنا مثل ما نقول في المجتمع الخليجي ان المرأة ما تقدر مثلا تشارك في هاي ممكن المسابقات، في كان لها مسابقات معينة، يعني كان في فرق حق كرة السلة يشاركون في الفرق النسائية مع الدول الخليجية في الكويت أو الإمارات هذا الشيء. بس يمكن دخولي في ألعاب القوى، مجال ألعاب القوى كان تحدي للمرأة البحرينية، خاصة أن هاي اللعبة تحتاج إلى صبر وتضحية، خاصة إحنا كنا نتمرن فترتين في اليوم، يعني الصبح وكان العصر، يعني يمكن 7 ساعات يوميا، هاي بإشراف المدرب نور الدين طاجين. فهذا الشيء كان يعني هاي الملخص اللي إحنا يمكن إحنا كنا نعيش، يمكن اللاعب يمكن يضحي يمكن بيومه بأهله بأصدقائه نروح معسكرات خارجية. فهذا الشيء لأنه يكون اللاعب مو ملك نفسه، ملك الوطن، لأن إحنا راح نمثل بلدنا في هذا الشيء. طبعا لازم الواحد ينظم وقته حق الدراسة والرياضة، لأن لازم واحد ياخذ شيء. فتحبين مثلا الدراسة، تحبين الدراسة على الرياضة أو الرياضة على الدراسة، فإن لازم الواحد يكون توازن بينهم، خاصة احنا عندنا لاعبين مثلا. طبعا أهاليهم يقولون لهم إذا أنتم سويتوا ما حصلتم يعني مثلا تقدير زين في المدرسة أو في الجامعة راح نمنعكم من الرياضة. فهم تشوفينهم في الباص وهم جايين شو اسمه للملعب، هم يدرسون معاهم الكتب، فهي يزيد أصلا التحصيل العلم لهم. ففي دراسة أن الرياضة هي تزيد من تفوق اللاعب أصلا. الاعتزال في سنة 2010 أني اعتزلت لأسباب صحية، وما نصحني الدكتور أن أواصل الرياضة بعدها، والحمد لله دخلت كأول شيء إدارية في الاتحاد لألعاب القوى، بعدين حاليا الحين عضو مجلس إدارة في الاتحاد البحريني لألعاب القوى. بطولاتي اللي حققت فيها المركز الأول، هاي أفتخر أن أول بحريني حصلت على هاي المراكز. بعدين الميداليات الثانية اللي هي في 2006 في أسياد الدوحة حصلت المركز الأول، ميدالية ذهبية في 200 متر هني كانت في الدوحة وكانت قريبة من البحرين، فكان الناس كلهم مستانسين بهذه الميدالية، وخاصة حصلت مكالمة من جلالة الملك كان يهنئني بفوزي بهاي الميدالية، خاصة أنه قبل يعطون الميدالية، فكان لي وايد الشرف أنه يجينا اتصال من جلالة الملك وكان مستانس بهاي الإنجاز. شاركت طبعا في أولمبياد أثينا وأولمبياد بكين. طبعا الإنجاز اللي حصل وصلت سيمي فاينل لو نص نهائي في 200 متر في بكين، كوني أول امرأة عربية تتأهل لهاي المسابقة، يعني كانت المنافسة بين أمريكا والجزر الموجودة التوابع له، فكانت هي هني إنجاز بالنسبة لي، فكنت أتمنى أن أوصل نهائي بس الله ما كتب.